مساء الخير، هذا الجزء الثاني او التصوير الثاني من حديقة الاستاذ عبد الرحمن ابو عوف. تمام، هواي طلبوا من عندنا نصور لهم مرة ثانية فتدللون. هذا الجعفري ما شاء الله، شوفوا يعني هسه هذا ارتفاعه تقريبا متر وثلاثين، هذا ارتفاعه متر وثلاثين، وشوفوا كثافة التزهير مالته، شوفوا كثافة التزهير مالته، هاي الأزهار مالتي، شوفوا حجم التزهير مالتي. هذا الجعفري، طبعا هاي النباتات اللي راح أصورها هسه كلها نباتات موسمية تزرع في الخريف شهر 9 وتستمر بالنمو والتزهير لحد شهر 5، شهر 5 ينتهي عمرها وتموت، تاخذ البذور مالتها وتزرعها بالخريف وهكذا تعاد دورة الحياة. فهسه احنا خلي هاي الأكاسية، هذا التصوير الثاني مثل ما قلت لكم، لان هواي اشخاص طلبوا من عندي اصور مره ثانيه هاي الحديقه مال الاستاذ عبد الرحمن ابو عوف اللي هو بقضاء المجر محافظه ميسان. هاي المينا اللي لونها احمر، هاي ما شاء الله شوفوا جمالها شقد جميله. وهذا هو الجعفري، هذا العنبر كشميري. هسه اراويكم الورده شلون بدها تتطور نفسها وتختلف. هذا هو العنبر كشميري، هذا اللون شوفوا ايش قد جميل. هذا ورد الموز او نبات الكيني، وهذا انا الحج اللي هو صديقي ابو احمد قلت له ليش ما عنده اللون الاحمر، فخليه نجيب له اللون الاحمر، فجاب له اللون الاحمر. انا انطيته مينا بيضة، ما ادري ما ادري وين زرعها. هاي المينا انا كلش اعشقها، هذا اللون كلش اعشقه، من اجمل الالوان. هذا العنبر كشميري، شوفوا الورده مالته شلون تطورت من ذاك الشكل الى هذا الشكل، وكانما الورده عباره عن ورود صغيرونه. شوفوا ما شاء الله، شوفوا شلون جميله هاي نفسها. وهذا اللون الاصفر مال العنبر كشميري، هذا نفس الشيء. من اسهل النباتات اللي ممكن انه انت تزرعها عن طريق البذور، هذا اللون الاصفر، بس هذا احلى من هذا الاصفر. خلي اراويكم فشي تستغربون من عنده. هاي المينا تشوفونها، هاي المينا، هاي ما اقول لكم وين طالعه، شوفوا وين طالعه، هذا رصيف طالعة هنا بالرصيف، هذا رصيف يعني هذا العمق مالته هلقد طايحة البذور مالته هنا ونابتي. شوفوا التزهير وشوفوا النبات من يريد يطلع من يريد يصير، تمام، وعايشة ومعمرة وصار لها فترة. وهذا كله اللي هو الجعفري، هذا كله الجعفري، وهذا نوع هم من الجعفري، هذا اللي هو اصفر. وهسه هم اراويكم داخل الحديقه الحجم مال الورده مالته. هذا نبات الكيني او ورق الموز، واحد من اجمل النباتات. هاي الاكاسيا العراقيه، تمام، وهاي المينا الحمراء اللي قلت لكم انا من انصارها. هاي التيكوما كانت هنا مخيمه على المكان، قلناها بعد ما رحنا. تعالوا خلي اراويكم الحديقه الداخليه، نراويكم هذا الفلفل، هذا الفلفل، هذا الفلفل وكانما بلاستيك، هذا الفلفل باعوله حجمه، هاي الشجره، هاي ابصال النرجس، هذا الاطحوان هذا اللون الاصفر، وهذا اللون البرتقالي، تمام. هذا الجيرونيوم، شوفوا ايش قد جميل الجيرونيوم، هذا الجيرونيوم. هو يسألون ليش ما زارع ملك الحدائق اللي هو الجوري، هذا الجوري بادي هسه يجنبد بعد ما نفتح، لان هو بالربيع يتاخر. وهذا الجهنمي فوق قطمان،
اللي يكون الازهار مالته اي اللي يكون الورده مالته كانما باقه مال الورد. هسه هاي اذا تلزمها هيجي كانما باقه مال الورد. هذا الجهنمي الفول قطمه. هاي شوفوا الجمال مالته. طبعا هذا مو متساقط، هاي تموت الورده وتبقى بمكانها انت بس تشلحها، مو من النوع اللي يوسخ المكان. هاي همين هذا قلت لكم الجحفري النوع الثاني. هذا الصيني، هذا الاستر، هذا الاستر، هاي البتونية اللون الاحمر. هواي اشادوا بالفيديو السابق، هواي اشادوا بي وعرفوها. ايه هذا فلفل الزينة. تمام، هذا شوفوا ما شاء الله الحجم مالته الجعفري. هذا الاليسيوم، هذا الاليسيوم العطري، هذا اللون الابيض يكون عطري قوي والبنفسجي يكون عطره خفيف. اي وين البنفسجي؟ اي هذا البنفسجي، هاي من نام الزوده. هذا الاليسيوم، شوف شلون زرع بسندانه، هذا البنفسجي. وهذا شوفوا ما شاء الله الاقحوان شلون صاير حجمه، شويه اهتمام شويه عنايه شويه حب يصير بهذا الحجم. هذا الفوق كلها بتونيه، شوفوا البتونيه، شوفوا جمال البتونيه، شوفوا جمال البتونيه. مثل ما قلت لكم اللي يقول ما تنجح، اللي يقول حديقه ما تصير، لا تصير، بس اعتني بيها بشكل صحيح. احنا ارجع واكرر، قضاء المجر محافظة ميسان موجودة هاي الحديقة، هاي البتونية. هنصور لكم البتونية، تونسوا بالبتونية. هذا الاحمر، هذا الوردي، هذا البنفسجي اللي انا كلش اعشقه، هذا الابيض، الاحمر، بنفسجي، هذا فم السمكة، هذا شوفوا فم السمكة، هذا لون، هذا لون. تمام، هسه ورا ما خلصنا خلينا نرجع. خافات انا شيء هنا، ها هذا اللاتيني او ابو خنجر، وقلنا لكم سموه ابو خنجر لان الورده مالته من النهايه مالته كانما خنجر. هذا اللون البرتقالي. تمام، وهذا الجعفري، شوفوا شوفوا الورده، شوفوا الورده. خراويكم شيء مميز، شوفوا هاي الختمة. وهسه إذا تباو لها من بعيد هي لون أسود، ختمة لونها أسود. طبعا الوحيدة اللي زارعها ومبقيها بالحديقة، ليش؟ لأن اللون مالتها كلش مميز. باو هاي الجنبدة أسود أسود، وهاي نفس الشيء. شوفوا هذا حجم الجحفري والأقحوان، يعني طاغي. هذا لالا عباس طبعا طالع بالمقدمة. هاي السنادين، هاي بتونية، هاي البتونية من تزرعها أكثر من مرة البذور تصير بهذا الحجم. هذا نفس الشيء أبو خنجر، هذا نفس الشيء أبو خنجر. هاي مسويها بونساي الكاريزية، شوفوا الجذع مالتها، شوف شلون شغل صايره بونساي. انا ساي متر. هذا السلطاني، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوف حجم الورده، العطر اللي جاي وانا اشمه. هاي الورده مالته، هذا الجور السلطاني. هنا انا رواني شنو هذا، هذا اريد اصوره اللي هو الجعفري. شوفوا حجم الورقه الورده العفو، يعني ها ديج نفس الشيء. خلي لكم فد شيء معلوم حتى يصير عندكم حجمها بالمضبوط ايش قد، لان ايدي ممكن الايد تكون كبيره وممكن تكون صغيره، لكن الجداحه كلكم عندكم تصور عليها. واو حجم الجداحه بالنسبه للورده، وهاي نفس الشيء، هاي اكبر بعد. تمام،
هاي البتونية وهذا المنثور العطري اللي بيعطر كلش جميل. هذا نفس الشيء، هاي البتونية وهذا الجوري، هذا جوري همينه مليانة جور الحديقة بس بعده. هاي الجاردينية شوفوا حجمها ما شاء الله، مترتين ونص إلى 3 مترات. وهذا الجذع مالته، هاي الجاغراندي، هاي الجاغراندي أو هاي الجاغراندي لو بونساي، بونسواي، هاي الملكة الحمراء، هاي يراد لك جاغراندي، يراد لك واحدة. وهاي الجهنمي بعد شنو هنا، هذا فلفل الزينة، شوفوا شوف الجمال، جميل 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 جدا. هاي هم جاردينيا، ما عندك بدور مال العباس؟ عندي يعني ما محتاج. هذا المنثور نفس الشيء، نبتة كلش جميلة. السقة هاي الجهنمية سيدة الأشجار، هاي سيدة الألوان. هذا لون، هذا لون، هذا واو، هذا من غير هاي الجيرونيوم قلنا لكم، هذا الأستر، هذا الأستر يصير في هذا الحجم المرتفع، قد ما البذور تتكرر تزرعها أكثر من مرة. وهذا ورد التاريخ اللي قلنا لكم بنفسجي وتقريبا انقرض، بس موجود عند الهواة القدماء يكون موجود البذور مالت عندهم. نبات كلش جميل، ومثل ما قلت لكم انه هاي النباتات هي نباتات موسمية، تزرع شهر 9 بداية الخريف وتستمر بالنمو والإزهار لحد ما ينتهي عمرها شهر 5. هاي لالا عباس، واحدة من أجمل النباتات، خصوصا هذا اللون المطعم. هنا أكو خلية مال نحل قريبة، فجاي يصير تزاوج بالألوان اللي هي البذور مالته، هاي اللي لونها أسود، هاي اللي لونها أسود، خلي أطلعها حتى تكون واضحة عندكم. هسه تقدرون تزرعون البذور مالتها، راح تكون كلش ناجحة. غير تقبل غير ما تقبل تطلع، هاي البذور مالتها لالا عباس، هاي لالا عباس البذور مالتها، تمام. وهذا هذا الجعفري اللي لونه اصفر، هذا هذا شوفوا، هذا هم اللي قلنا لكم عنبر كشميري. وهاي الوردة شوفوا حجمها ما شاء الله، يعني تد حجم فاخر، حجم فاخر، تمام. واي سؤال اي استفسار احنا حاضرين، اتركوا لنا بالتعليقات. هذا اللي نقدر نصوره، يعني هاي الحديقة، هم جاي يشتغلون بالحديقة ما اقدر اصور من هنا، ما اقدر اطلع الاشكال، بس حديقة الاستاذ عبد الرحمن ابو عوف. هاي شوفوا ما شاء الله، هاي الزيارة الثانية اللي احنا نجي له، الله يحفظه ويطول بعمره، انسان مضياف، انسان جدا مثقف، جدا فاهم، نستفاد من عنده، نستانس بالقعدة وياه. هاي ما شاء الله شوف الجمال، خصوصا البتونية يعني هذا اللون الاحمر واللون هذا الارجواني، هذا اللون البنفسجي، وهاي المجنونة او الجهنمية. هاي الحديقة متعة للناظرين.